الضحى ثم إلى روح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأسعى علينا ولمن أحق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقل لنا عندك بدعاء خير شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والميت الأحياء من الأموات وخصوصا إلى روح أهل القبور في هذه القرية لسوين من أهل القبور في هذه المقبرة في غصن وغفرهم وإلى صاحب هذه الحاجة جماعة مسجد أبو سلم وأهل بيوتهم وإخوانهم وأعوانهم على أنية الصدق والقبول بحسن الأمل والمأمول بجاه وشفاعة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحصل لنا ولأهلنا ما السخاء والعافية والبركة والنعمة والسعادة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة فإن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة معنا لشفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه صف اجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم خصوصا لمن مجد عبد الرحمن الدبائي رحمه الله تعالى شيء لله له الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلوا على النبي محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على Yeah.
Yeah.
Allah.